حصتنا اليوم مع ضيوفنا وجدي السيد منجب ابراهيم وكذلك نعيمه سيسي. بون خلينا ناخذ رايكم من اللوم، كنتوش شفتوش التصريح نتاع وديع الجريه؟ بدو انكم شفتوه تو سمعتوه، خلينا ناخذ رايكم بالواحد. نعيمه نبدا معك. تصريح مش منتظر كما قلنا بعد التدوينه اللي صارت على المنظر الكبير، وانه وديع الجري اول حامي للمدرب منظر الكبير مفاجأة بالنسبة لي أنا، خاطر ما كنتش نتصور أنه وديع الجري ينجم يقول على المنظر الكبير هكا، وأنه إذا كان تواصل تدهور، شو معناها تدهور أداء المنتخب؟ فأنا مقابلة باش يدهور في أداء المنتخب، شو المقابلات اللي مازالوا عنا نحن باش يدهور فيها؟ فما بطولة عربية نجم يكون يقصد زاد. ما معناها بنتي باش تخليه يلعب البطوله العربيه وبعد تنحيه ولا شو؟ من البطوله العربيه راهي انا عندي انا جاتو ماشي قاعدين نلعب حاجه فيها برشا فلوس باش نلعبوا، مش المنتخبات الكل بتجيب، ما نتصورش ان المنتخبات الكل بتجيب اللاعبين بتاع البرا، معناها انا ما نتصورش باش يكون في منتخب الجزائري باش يكون موجود رياض محرز، ما نتصورش انه بلاش محترفين، يعني بلاش محترفين باش يكون نحن موجودين فيها، حتى نحن انا تبعت بالباهي الحوار، قال هدفنا نصف النهائي، معناها قال نصف النهائي يكون فشل، تنجم تكون موجود في نصف نهائي البطوله العربيه، خاطر ما نتصورش اني قلت لك دو جرون جوور باش يكونوا موجودين في البطوله هذيك، ما نتصورش انه المنتخبات العربيه الكل بتجيب الملاعبيه نتاعها الكل، وانه كانه تحذير، تنجم تكون كيما الكوب دافريك المحليين للاشان يعني المحليين هكا انا نتصورها، ما نتصورش حتى انا انه اللاعبين نتاعنا الكل باش يكونوا موجودين، فما اللي يلعب في البطوله الفرنسيه، فما اللي يلعب في معناها الاكثر المحليين، يعني بطوله عربيه للاعبين المحليين هذه هي هكا باش. لو انه عندنا برشا ملاعبيه في البطولات العربيه كما معلول فرجاني مساكني بخازري قلت خازري سليتي باش يكونوا موجودين في البطوله هذه، ناخذ رايك كيف سيمونجي في التصريح. هو البريسيون كبيره برشا على سيمونجي كبير اليوم، دونك حاجه اخرى اللي ثم حاجات زاد تنجم تتغير زاد في الفريق، لان الدوري التونسي باش يرجع الاسبوع الجاي، دونك ثم دونك دي جوار يفون انتيغري ليكيب ناسيونال، اسكو اليوم الجوارات هذوما كي يفون انتيغري ليكيب ناسيونال يلزمهم شويه وقت، اسكو باش يخليو لهم الوقت؟ دونك اليوم جوارات زاد عندهم توا اليوم مهمة برشا، إذا كان علاقتهم بالمدرب سيمون درك باير علاقة اكسبسيونيل يدوا فيتر لا دون لي مومون ديفيسيل، يلزمهم هما يقفوا مع المدرب نتاعهم. شنو باش يقولوا ليه رئيس الجامعة؟ مش يقولوا ليه لا على المردود يفواتر لا 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 مش على ذاك، لا مش على ذاك اخويا اسلام، لا با دي تو. رئيس جامعة رئيس جامعة نحكي نقول لا ريبونس اللي سور لو تيران هي شنية الحاجة الباهية في الكورة. شوف انت بعض المدربين بعد ساعات شفناها حتى مع الترجي مع معين شعباني سيرتان مومون وقت اللي تي سور ان سيج اجيكتابل وقت اللي ماركيو هدف يمشيو لمعين شعباني، دونك انا نقول هذه المطلوب من حتى رئيس النادي حماه والكلمه الشهيره معين راهو به، دونك ديما ميفي توا من رئيس نادي يقول لك لونترينور هذاك جي اونتير كونفيونس سور لونترينور، عارف روب شي تير بعد جمعه هذه خذها قاعده، دونك هذه خذها قاعده في دون لو موند اونتيي. اي شفنا بيريز مع زيدان اون اونتير كونفيونس اون زيدان بعد جمعه نعاه، دونك انا نقول تو سامبلومون لليوم جورات باش يقفوا وقفه باهيه خاطر يعرفوا شكون عندهم سيمون درك باير او نيفو دو لا كوميونيكاسيون جو بونس سي سا فورس، وما يعرفوش شكون اللي باش يجيهم، دونك ا مون افي لا بالي دون لو كون دي جوار. ما نتصورش انه الكوره باش تكون في عند اللاعبين خاطر ما نتصورش انه عندهم دخل، مش على الدخل لا على المردود، على المردود لا لا اختي نعيمه ما تفهميش بالغلط، على المردود سور لو تيران بور فير ديمونتير اكيك سو سوا اللي الفريق الوطني التونسي ماشي في طريق صحيح اللي يعطي 80% ولا 50% كيما وهاب الخزري توا يعطي 100% بور غاردي لونترونور سيمون درك باير. انا يظهر لي توا سمعنا احنا في الاول عاودنا سمعنا ثم كلمتين مهمين قالهم الاولى قال اذا تدهورت الامور كما قالت نايم، اذا تدهورت الامور يعني بالنسبه حسب ما فهمت انا كان ما يتحسنش الاداء. لا مش حسب ما فهمت هو قال لك هيك، هو ساله مهدي قال له عو الاداء اذا كان يتواصل، قال له اذا كانت تدهورت الامور مش ندخله تدهورت الامور، يعني راه هو قال تدهورت لكن اذا كان ما تحسنش الاداء لانه ماهوش اكيد وانه ماهوش راضي على الاداء حسب الكلام نتاعو، لانه مش مستانس يعمل ديكلاراسيون كيما هكا رئيس الجامعه. لا وقال حتى بقيت الحوار انا سمعته بالبي، قال حتى فكرنا بعد ماتش الجزائر قعدنا واجتمعنا وطرحناه موضوع تحيه المدرب معناه بالضبط. حاجه ثانيه ما قالش المدرب،
بالنسبة للإطار الفني. إطار الفني. كلمة مهمة برشا. ممكن زاد رئيس الجامعة عنده لو ممكن على الإطار المساعد ككل. ما عنديش شخص بعيني واحد. يعني على دور الإطار الواحد لأنه يقول لك إذا كان المردود ما تحسنش صحيح المدرب ممكن يغفل على حاجات ممكن لك وهنا دور الإطار مساعد. يزمو معناه يقوم بالواجب بتاعه ويزمو يكون فاعل. يكون فاعل. إيه ما يتقال كلام كيما هكا اتصاليا مش نورمال يكون في الأوف. كيفاش؟ اتصاليا كلام كيما هكا يتقال معناها في إذاعة نورمال يكون في الأوف بين رئيس الجامعة والمدرب بتاعه ولا؟ لا هما حكاو في الأوف لكن إذا كان ثم راهو ضغط أنتم تقولوا ضغط على المدرب راهو ضغط على رئيس الجامعة أكثر من اللي على المدرب. مدرب يعملوا عليه ضغط اذا كان ما نجحش يمشي على روحه كما قال لك على الخليج يمشي يدرب يمشي كذا السي في نتاعو رجله مدرب منتخب درب في الافريقي والترجي والنجم الساحلي منتخب ناشون يخرج الخليج من غدو لكن المدرب رئيس الجامعه موجود باش يقعد هنا هو اللي بشكل فهمت الكريتيك الكل واللي بشكل يعني الانتقادات الكل دونك نتصور حتى الضغط على رئيس الجامعه موجود دونك نتصور انه رئيس الجامعه تعرف التقييم ما يجيش في وسط الكومبيتيسيون تقييم خليه تو بالنسبه لي انا حسب رايي رئيس الجامعه باش يكمل ثلاثه ماتشات تضم الاولانيين الاخرانيين نتاع التصفيات وباش يقيم مردود اذا كان تواصل الفريق في ثلاثه مباريات بنفس الاداء فهمني النتيجه بالنسبه لينا انا بالنسبه لي انا 70 80% كان نكون متفائل نقول لك 90% باش نخرجوا منها المجموعه هذه الاولانيين ما عندناش كنا نفسنا بصراحه فهمتني ولو الافريق اسمها الجنيه اكواتوريال بعيد علينا ثلاثه نقاط لكن لازمها هي تربع ماتشات كل واحنا نخسروا ضدها هي ينكر وبسكور خاطر ربحناها ثلاثه دونك بالنسبه لي انا الخروج من المرحله هذه الاولانيه احنا متصدرين ترتيبا في حتى اشكال رئيس الجامعه والجامعه بصفه عامه مكتب جامعي ممكن شي يقيم الاداء نتاع المنتخب بعد انتهاء المرحله الاولى هذه نتاع التصفيات وقتها ينجم ياخذ قرار وما ينجم يلومو حتى حد هو هذا يعني يكون اعطاه فرصه للمدرب بما فيه الكفايه وما تحسنش الاداء فهمت سامحني سيواجدي هو هذا اش كان يقول لك اسلام انه في الوقت الحالي هل كان مسموح انه سيواجدي الجري يقول يعطي ديكلاراسيون هذيك يرجع على مهدي عبيد بالطريقه هذيك كان ينجم يحمي المدرب نتاعو يعني كنت تنجم تكمل التصفيات كنت تنجم تكمل المباراه الاخرانيه وبعد تقول انه الاداء كذا وكذا وكذا لكن حاليا انت زدت حطيته تحت ضغط حتى شفنا الديكلاراسيون نتاع المنظر الكبير كي سالته سؤال انه سيواجدي الجري قال كذا وكذا ما كانش أليز يعني كأنه زادة ما عجبتوش الديكلاراسيون تاع السيد وديع الجاري أنا من رأي رئيس الجامعة ما يلزموش في وقت معين في الوقت هذا بالذات اللي مازال تصفيات مازالت مقابلات مازال كذا وكذا يقول الديكلاراسيون هذيك على المنظر الكبير فقط والشيء خويا اسلام سامحوني خويا وجدي واختي نعيمة سافدير كلو كونتاكت مع لو فوتور انترينور صار لا بروف خاطر كما قال سي وجدي الاطار الفني ككل لونترونور اللي باش يجي ليكزيجونس نتاعو باش يجي مع الاطار الفني نتاعو دونك تفضل خويا خلاص لك سيمون جي ميساج على